يقول السائل: هناك أناس يأتون بأربعين شجرة أو بأربعين بأربعين شجرة من الأعشاب الطبية لعلاج بعض الأمراض، ويشترطون أن يكون هذا العدد عدد أربعون، هل هذا الفعل مشروع؟ نعم. سم السؤال وش؟ يقول: هناك أناس يأتون بأربعين شجرة من الأعشاب الطبية لعلاج بعض الأمراض، ويشترطون أن يكون هذا العدد أربعين شجرة، فهل هذا الفعل جائز ومشروع؟ هذا الاشتراط، هذا الطب هذا لازم يعرض على الأطباء، هل هالشجر هذا فيه خاصية؟ هل فيه خاصية طبية؟ يحللونه ويشوفون، إن كان ما فيه خاصية يمنع. ثانيا، تحديد العدد بأربعين هذا لا دليل عليه. نعم.